في محافظة بغداد قنبر علي تحت التكية. أيها السادة، محافظة بغداد صدر رصافة قنبر علي تحت التكية، تسجيلات اسماعيل أبو خولة. أيها السادة، ناصر حكيم والفرقة الموسيقية، صالح حسن على الكمان، غايب اللامي على العود، هاشم الأدركي على الطبلة، عند تسجيلات اسماعيل أبو خولة. اسمعيني بخولك.
بشارع كودهم Thank you.
تظنن ساك تظنن ساك يا بخاولة تظنن ساك تظنن ساك وانت الروح تظنن ساك وانت الروح واسلاك واسلاك سبب ما يوم من انقطع
حسنك لن وجد حسنك يا ابو خولة حبيبي انت يا ابو كابو حسنك لن وجد انا قول يا فالح عاش ابو كارم الولد حسنك لن وجد يا ابو خولة يا عيني حسنك لن وجد لم عرب واتراك 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 وحب تسحق ابو قلبي دام وعيني Bye.
هذه المشهورة الأغنية المحببة للقلوب، الأغنية والصوت عند تسجيلات اسماعيل أبو خولة. عمي يا بلام خذني وعلى لا تستوبذبني. أيها السادة، يا ليتنا في البلد مع الفنان ناصر حكيم والبلام. ولا لك وطن عز ونال عسى اللابع من برجة I love it.